ايه؟ مرور نتيجه الجمعيه العموميه اختارتك لاداره مصالح الانديه. اكيد. ولا انت جيت تدير مصالح؟ لا طبعا طبعا. ولا مصالح الانديه بعينها؟ انا عاوز اسالك سؤال، ما شفتش يا سيدي الخطاب اللي جالك كنت تعمل له فورورد كان هيروح الناحيه الثانيه يعد الحيطه يبقى في النادي الاهلي، ما شفتش يا عم مصالح الانديه. قالوا اصل الكابتن الخطيب عضو في لجنه الانديه والكابتن اعتذر واللجنه مش بتجتمع مره واحده، ولما تبقى عضو في لجنه الانديه بيقول لك والله احنا بعتنا له خطاب. كويس انك دي نقطه. امبارح سالت الكابتن